عرف نفسك. ماشي، بسم انا اسمي ناصر عبد الهادي. ايوه يا ناصر. ايه؟ يعني؟ انا من السيده زينب. جاي النهارده ليه يا عم ناصر؟ وجاي النهارده متضامن مع الناس، اهالي الشهداء، الناس المحترمه، الناس الشرفاء، الناس اللي تعمل لهم تاج على الرؤوس، شباب مصر اولا يعني. وجايين طبعا عشان ان شاء الله احنا بنقول الدستور الاول. احنا مش ممكن نعمل حاجه لازم يعني حاجه مقطعه، لازم نرميها ونعمل حاجه جديده. وثانيا احنا عاوزين محاكمات علنيه. طب انت بالنسبه للدستور دوت، مش الشعب قال كلمته وخلص ولا في ايه؟ هو الشعب قال كلمته، بس احنا كنا في الاول احنا ما كناش واخدين بالنا. كل الملايين دي كانت نايمه؟ لا ما كناش واخدين. احنا انا قلت نعم. بس انا ما مش مشكله برضه. رجعت فيها تاني؟ احنا كنا بنتكلم عشان بعد اذنك. احنا كنا ايه، انا قلت نعم. ورجعت في الكلمه تاني. لان انا عاوز حاجه، عاوز ثوب جديد. عاوز ثوب جديد لمصر نمشي عليه، الرئيس الجاي يمشي عليه. احنا مش عارفين الاغلبيه اللي جايه هتبقى مين بالظبط. ممكن تعمل لنا دستور زي بتاع حسني مبارك، بتاع النظام الفاشل. ولا انت متخوف من الاسلاميين؟ لا انا مش متخوف، لا مش متخوف من الاسلاميين. انا عندي الصندوق اللي هيحكم، صندوق الانتخابات اللي هيحكم. لو جه اسلاميين، وايه يعني اسلاميين؟ هم بيخوفهم ولا احنا هنمشي زي حسني مبارك ورجاله والعصابه القديمه؟ احنا نتمنى يكونوا اسلاميين وزي تركيا كده بالظبط. تركيا بتخوف، احنا نتمنى نبقى زي تركيا. ماشي، ما هي مصر زي ماشي ماشي ماشي. احنا بنطالب بدستور اولا، بعداله اجتماعيه، عداله اجتماعيه، بقضاء عادل. يعني عاوزين نشوف الناس اللي بتتحاكم. احنا نتمنى من الله نشوف الناس اللي بتتحاكم، نشوف على شاشات التلفزيون. ليه 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 كده؟ انا ولا شفت حبيب العدلي، ولا شفت جمال، ولا شفت زكريا، ولا شفت صفوت قرني، ما شفتش حد خالص. انا نفسي كده يجيبوهم وهم بيتحاكموا قدام الشعب المصري، اللي هانوا الشعب، اللي دمروا الشعب، اللي جابوا لنا حاجات مسرطنه من اسرائيل، دمرونا ومش عاوزين نشوفهم وهم بيتحاكموا، ولا بيعملوا مسلسل علينا ولا تمثيليه؟ شكرا. عفوا.